يا جماعة هاتولي البوست بتاع سيادة وزير الأوقاف، هاتوهولي يا جماعة. سيادة وزير الأوقاف بينزل بوستاته بجميع اللغات ومنها اللغة العبرية، هاتوه نزلوها للناس. يعني أكيد دي سياسة طبعا ذكية جدا منه. أهو دكتور مختار جمعة، آدي بوست بالعبري، بس طبعا أنا مش فاهماه، يعني أكيد حاجة ضد إسرائيل وتناصر الشعب الفلسطيني. عندكم الترجمة إنه ورا سينا 100 مليون مصري، وقال فيها بالظبط من إيه يا ولاد؟ من يحلم أن تكون له قدم في سيناء هو مخطئ، لأن وراء سيناء 100 مليون مصري وجيش فخور. طيب يعني سيادة وزير الأوقاف يعني قال في رسالته إنه يا ريت كلنا نعمل كده ونخاطب الطرف التاني وبكل اللغات. عارفين يا جماعة إحنا محتاجين إن الرأي العام العالمي كله حقيقي يعرف الوضع، لأنه زي ما جبت لكم محمد الدرة، الجمال والد محمد الدرة، لما قال إنه كان في وقت من الأوقات بيحطوا له القبعة بتاعت إسرائيل في الصور عشان العالم يفتكر إن ده إسرائيلي. طيب أنا راجعة للدكتور أشرف تاني عشان أسأله على ترجمة برضو عشان أكون دقيقة، بوست الدكتور مختار جمعة سيادة وزير الأوقاف. اتفضل يا فندم، اتفضل يا دكتور أشرف، عايزين الترجمة. بيقول إيه البوست؟ لا ده مكتوب بالعبري على الشاشة. أنا مش شايفه، أنا مش قدام تلفزيون. حضرتك مش شايفه. بس هو وزارة الأوقاف عندها فريق عمل كبير قوي بينزل ترجمات محترمة لكل الشغل بتاع وزير الأوقاف، وعندها مركز الترجمة تبع جامعة الأزهر. لهم أن يفخروا به، بيعمل شغل كويس قوي الحقيقة. وعايز أقول لحضرتك كمان حاجة كمان، إحنا ترجمنا حوالي 20,000 صفحة وثائق خاصة بحرب أكتوبر من وثائق الجيش الإسرائيلي بتشهد على هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر. لكن مع الأسف المشروع ده توقف في الفترة الأخيرة لأن وزارة الثقافة مش مهتمة بيه. بس إيه رأي حضرتك إنه يعني سيادة وزير الأوقاف لما يغرد باللغة العبرية؟ لا ده ما أنا بقول لحضرتك، هو وزير الأوقاف بيعمل عمل يصل بيه إلى المتلقي الإسرائيلي، لأنه حتى لو فرض حد للبوستات العبرية، بوستات الشخصيات الرئيسية زي وزير الأوقاف، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء بتصل شاو عنب، لأنه الصحفيين بيهتموا بيها. أنا بدعو الحقيقة كل الناس إنها تكتب باللغة العبرية. وبعدين في يا جماعة كلمة هنا مكتوبة كتبها سيادة وزير الأوقاف ترانسليت، وهي أصلا في على البوست بتكتب ترانسليت بوست، يعني أنت ممكن تكتب بالعربي وتعمل ترانسليت بوست بالعبري وينزل الكلام. يا جماعة دخلوا اللغة العبرية شوية عشان كلامنا يوصل لهم. يعني اللغة العربية عندنا ما بتتشافش، ما بيشوفوهاش، ما بينقلوهاش، ما بيكشفوهاش. هو بس المواقع التواصل الاجتماعي بتحجب الكلام المكتوب من عندنا. ده اللي بقوله والله يا فندم كل يوم. عشان انا بدعو الناس انها تخش على الـ على الـ على البلاي ستور بتاعها وتدي تقييم للفيسبوك بانه نجمة واحدة بس، لانه بيحجب حرية الرأي. أشكرك جدا مرة تانية دكتور أشرف شرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية.